يواصل نشطاء الرايات السود بالتظاهر أمام بيوت قادة حزب حسن لإسرائيل ورئيسه بني جانتس، وذلك على خلفية انضمام جانتس لحكومة برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وكان محتجو الرايات السود قد نظموا مؤخراً سلسلة تظاهرات احتجاجية ضد حزب الليكود الذي سعى إلى تعطيل عمل الكنيست، واحتجاجاً على سعي نتنياهو لتشكيل حكومة على الرغم من ملفات الفساد التي تلاحقه، قبل أن يقرر النشطاء تنظيم الاحتجاجات أيضاً ضد جانتس وقادة حزبه. وأعرب المحتجون عن رفضهم لتصريحات قادة حزب حسن لإسرائيل بأن الدافع لتشكيل حكومة الطوارئ هو مواجهة فيروس كورونا، مطالبين بمنع نتنياهو من العودة إلى رئاسة الحكومة في ظل ملفات الفساد التي تلاحقه.